من مدينة غوتنبورغ، جيت لهالمعرض الحلو. أنا صار لي تقريبا 10 سنوات ما جيت على المعرض بصراحة، من قبل الأزمة طبعا شي سنتين، ولحد الآن ما جيت، أول مرة عم بجي. أنا حبيت أصور المعرض هون لحتى أبعته لبرا للزملاء طبعا، للمغتربين اللي عندهم اشتياق كتير للوطن طبعا. شفت شي كتير كتير حلو، أنا ما توقعت يعني بيكون هيك بهالصورة يعني بصراحة. والأمن كمان برا، أمن وأمان كمان موجود، هذا كمان اللي حبيناه كمان. والله أنا مو أول مرة بجي، أنا كل سنة بجي مشان أحضر فعاليات، مشان أشوف كل النشاطات الجديدة اللي عاملينها، وشايف إنه كل شيء ممتاز الحمد لله، ووقت رائع عم نقضيه هون بالمعرض، وإن شاء الله لتمام التقدم والتطور. نحن سوريا اليوم بعد الأزمة عم نشوف هالمنظر والإقبال الشديد للزوار بالمعرض، وعم نشوف عدد الشركات المشاركه بالمعرض، يعني هذا شيء بيفرح كل سوري، بيفرح كل واحد بيحب وطنه. انا شايف في اقبال على الشركات اللي عارضه، يعني ما في شركه مريت عليها الا لقيت عندها اشخاص وزوار اقبال شديد. والشيء الامس دعم من هيك انه في اشخاص، انا عم شوف ناس من خارج سوريا ان كانوا يابانيين او صينيين او هالشركه، اشخاص عم يعتبرهم عقود بينات بعضهم، هذا الشيء مهم للاقتصاد السوري. الحقيقة نحن بالسنين الماضية كنا من حمص صعبة جاية لنا، بعد اللي انتشر الأمن والأمان بفضل تضحيات الجيش العربي السوري، أزهر معرض دمشق الدولي وأعرض وأصبح لدينا تظاهرة اقتصادية كبيرة جدا. يعني شفت هلا أول شيء دخلت لهون، فبدي أول شيء بدي أشوف مقسم، أول شيء دراسي لحتى أشتري المدرسة، وبعدين أشوف شو بدنا نشتري البيت. والله الأجواء كله حلوة، الأجواء معرض سيارات حلو، الأجواء كلها حلوة وممتازة، وإن شاء الله بلدنا بخير.